هاد الاحتفاليه اللي كاينه اليوم واش كتفسرها؟ شنو الاحساس ديالك انت كعضو جامعي انت من الناس اللي ساهموا في التكوين ديال الابطال اللي جابوا الميداليه؟ شنو الراي ديالك؟ الحمد لله فرحه لا تضاهيها فرحه. تتويج بالمرتبه الثالثه عالميا، هذا نتاج للعمل القاعدي الجاد. الحمد لله لنا الخلف. الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه على الدرب الصحيح، نحصد النتائج، نتمنى الخير ونتمنى الرقية لجامعتنا، نتمنى ان نستمر في هذا النهج، وهذا دليل، هذا اكيد. لماذا؟ لان عندما يكون لنا الخلف نحن اكتشفنا المواهب، نحن انفتحنا على جميع الأندية، نحن بحثنا عن الخلف، وها هي النتائج والحمد لله. الحمد لله على عودتهم سالمين غانمين. نشكركم أخ سمير، نشكر الأستاذ ستيفي، نشكر الجميع الذي هب صغيرا وكبيرا للاحتفال والاستقبال هذا الوفد الذي ضحى وسهر وعانى، ولكن مع النتائج الكل يزول والحمد لله على هذا الإنجاز. هل من سؤال آخر أخ سمير؟ هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.